إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، يوم جديد من عالم الفلك حامل معه توقعات جديدة لأبراجنا الاثناش، إن شاء الله تكون إيجابية. برج الحمل، ستواجه الحياة الأسرية بعض التحديات، لن تكون في وضع مالي جيد وسيكون عليك تلبية احتياجات الأسرة ورغباتها بمفردك، كما يحدث تغيير في حياتك بدون استعداد ومشاريع جديدة أمامك. مهنيا، يمكنك أن تصنع كل شيء شرط التحرك وسط إجراءات سليمة، لا داعي لكي تتسرع لأن الظروف ستكون ملائمة جدا. عاطفيا، وجود الزهرة في الأسد يعكر صفو علاقاتك أو يجعلك تشعر بالأسر وقد تصطدم بالشريك، احذر الطيش والتهور. صحيا برج الحمل، احرص على تجنب التفكير في أي شيء سلبي وابحث دائما عن الأفكار الإيجابية التي تساعدك على تحسين حالتك النفسية. عزيزي برج الثور، لكي تعيش حياة سعيدة كن متفائلا ولا تستسلم أبدا عندما تصبح الأمور صعبة، ستسير الأمور نحو الأفضل بفضل كوكبي مارس وفينوس وسوف ترى أنك تصحح الأخطاء في حياتك. مهنيا، استفد من الفرص على أفضل وجه، كما يجب عليك أيضا تحفيز الموظفين على العمل بجدية أكبر في الفترة المقبلة. عاطفيا، تشعر اليوم أنك أكثر جاذبية من أي وقت مضى ولكنك لا تزال أقل جاذبية مما تستحق، قد تفكر في منح شخص ما فرصة للمشاركة في حياتك. صحيا برج الثور، ستتحسن صحتك وثقتك بنفسك من خلال حفاظك على ممارسة التمارين الرياضية وتبني أسلوب حياة صحي جديد. منكمل مع برج الجوزاء، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها، حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم. مهنياً، لا تتوقع الاسترخاء والاستمتاع، حيث لا يزال أمامك الكثير من الجهد. اجمع كل مواردك الداخلية وعد إلى العمل. عاطفياً، يمكنك إجراء بحث للحصول على منظور أعمق للعلاقات، ولكن أحرص على أن لا تضيع في التحليل التفصيلي. صحياً برج الجوزاء، اعتمادك على طرق مبتكرة للحفاظ على لياقتك ونشاطك من خلال المشاركة بالألعاب الرياضية يساعدك على زيادة لياقتك البدنية وتقوية مناعتك. عزيزي برج السرطان، نادراً ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع الأقارب، وسوف تختفي المشكلات التي كنت تظن أنها لن تحل أبداً. مهنياً، أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير، سوف يفيدك أن تظل مستعداً لمساعدة الآخرين. عاطفياً، يريد أحب دعمك في الوقت الحالي، إذ لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي. صحياً برج السرطان، تحتاج إلى ممارسة الرياضة، وحاول أن تلتزم بتناول أطعمة صحية تمدك بالطاقة وتساعدك في بناء عضلاتك بشكل أفضل. برج الأسد، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع، خاصة إذا كان هناك أي خلافات عائلية. مهنياً، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل، كن شجاعاً وانظر إلى هذه الانتكاسات على أنها فرص للتغيير إلى الأحسن. عاطفياً، حياتك العاطفية مميزة، أنت والشريك حريصان على استكشاف الكثير من الأشياء الجديدة لتحقيق الرومانسية والصفاء. صحياً برج الأسد، يوم صحي ممتع من خلال ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي مناسب لصحتك. ننتقل لبرج العذراء،
تصطدم اليوم بإمكانيات وفرص جديدة تمكنك من أن تصبح أفضل. ستعمل بجد لضمان تحقيق جميع أهدافك كما هو مخطط لها دون استسلام. ثق في نفسك واعلم أن الأمور ستتحسن قريباً. مهنياً، لا يوجد شيء عملي يمكن أن يمنعك من التميز على الصعيد المهني أو الأكاديمي، لأن كل شيء يسير بسلاسة في العمل. عاطفياً، حان الوقت الآن لتجد الحب. بصفتك عازباً، لقد قضيت وقتاً كافياً لنفسك، والآن تحتاج إلى البحث عن الشريك المناسب الذي سيملأ قلبك. صحياً، برج العذراء، تساعدك رياضة المشي في التخلص من التوتر، كما أنها تساعدك في الحفاظ على صحتك والحصول على جسم متناسق. منكمل مع برج السابع، الميزان. أنت بحاجة إلى أن تصنع شيئاً في حياتك لتصبح أفضل وتزدهر في كل ما تفعله. استمع إلى النقد البناء وابني نفسك كل يوم. لا تدع أي شيء أو أي شخص يجعلك تشك في نفسك. مهنياً، كل ما كنت تبذله من جهد في عملك خلال الفترة الماضية يساعدك ويجعلك تتقدم للأمام. عاطفياً، قد تفاجأ الحبيب بصراحتك، لكن الأمر سيكون سلبياً هذه المرة، فالجو العام يصلح للحوار ولوضع النقاط على الحروف. صحياً، برج الميزان، تتمتع بحالة صحية جيدة، لذا يجب عليك أن تلتزم بتناول الطعام الصحي في أوقات مختلفة والحرص على ممارسة الرياضة دائماً. عزيزي برج العقرب، لا تتخلى عن نفسك حتى عندما تواجه تحديات في الحياة. ستتمكن من الوقوف على قدميك مرة أخرى، وابتعد عن الأشخاص الذين كانوا سعداء عندما كانت الأمور لا تسير على ما يرام. مهنياً، يجب عليك أن تحذر من بعض زملائك الذين يحاولون إحباطك، وثق بنفسك أكثر حتى تتقدم على من حولك. عاطفياً، عند الدخول في علاقة جديدة عليك التحلي بالذكاء العاطفي، وابتعد عن التسرع في الردود، ولا تعطي كل مشاريعك دون مقابل حتى لا تشعر بالندم. صحياً، برج العقرب، تناول كميات وفيرة من الماء لتحصل على بشرة نضرة خالية من حب الشباب مع مرور الوقت. منكمل مع برج التاسع، القوس. إن إحاطة نفسك بأشخاص إيجابيين سيؤثر إيجاباً على حياتك. شارك في الأفكار الإيجابية في جميع الأوقات، وتجنب الأفكار والمشاعر السلبية. مهنياً، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات في العمل، وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. عاطفياً، بعد المشاكل والصراعات حول نقاط متعددة مع الشريك، أنت الآن بأمان وبإمكانك الذهاب بالعلاقة نحو مستويات عالية من الثبات والثقة. صحياً، برج القوس، لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات من ناحية الصحة. عزيزي برج الجدي، يحذرك الفلك من ميلك إلى الاستفزاز، كما يشير إلى بلبلة عائلية. انتبه من الوقوع في الأوهام أو الشعور بالكآبة. تحلى بالصبر وعدم إطالة الخلافات. مهنياً، يساعدك الفلك على إيجاد حل خلاف أو أزمة عالقة، ولن تخيب النتائج أمالك. عاطفياً، لا تعاني من الشعور بالنقص العاطفي، بل على العكس تماماً، سوف تتمتع بجاذبية كبيرة وبحب للحياة. صحياً، برج الجدي، اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية، وقم بإنجاز الأعمال الخاصة بالمنزل. وصلنا لبرج ما قبل الأخير، الدلو. تكون النجم البارز بين الأبراج. أن ما يميز هذه الفترة هو أن الطوالع الفلكية الاستثنائية المجتمعة تدعمك لتسبح في بحر الحظ وتجذب إلى حياتك الحماسة. مهنياً، عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، بحيث يهديك القدر ظروفاً جيدة وتطورات مهمة في العمل. عاطفياً، تتمتع بشعبية كبيرة جداً وجاذبية تفوق كل اعتبار، كما قد ينشغل قلبك ويحتار بين خيارين إذا كنت خالياً. صحياً، برج الدلو، انتفع من طاقتك الإيجابية للتخلص من الضغط الذي تواجهه خلال اليوم، واسترجع هدوءك من خلال ممارسة الرياضة الخفيفة.
وصلنا لبرج الأخير الحوت. عليك التركيز على آفاق جديدة ورؤية الحياة بصورة أفضل. بعد أحلامك تتحقق، فتأكد من أنك تعمل على تحقيق جميع أهدافك وتطلعاتك. مهنياً، كن شخصاً لطيفاً يعمل في صمت وابتعد عن المضايقات، وحافظ على المشاركة الجماعية مع زملائك في العمل. عاطفياً، شارك الحبيب في الخروج وحاول أن تساعده في الأمور التي تتعلق بمستقبل العلاقة، ويفضل أن تكون النقاشات إيجابية. صحياً برج الحوت، لديك تحسن بالصحة، لكن أنت بحاجة للحفاظ على تناول الأدوية بشكل مستمر. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لهذا اليوم من عالم الفلك. دايماً تابعوني عبر إذاعة أم راديو.